جنيه المصري في إطار الحلول اللي بتطرحها الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية. بدأ الكلام عن الجنيه ومستقبله، إزاي ممكن يكون في جنيه رقمي في مصر، والسؤال ده إزاي يتم طرح جنيه رقمي وهنستخدمه إزاي وإيه الموضوع وإيه حكايته، وهل ممكن يكون له مثلا تأثير فعلا على قيمة العملة أو حتى التلاعب بيها؟ لأنه اللي بيحصل كمان ساعات ناس تقول لك إيه، أشياء كثيرة جدا ممكن تحصل زي غسيل الأموال. طيب خلينا نعرف تفاصيل ونعرف حضراتكم التفاصيل ونشوف ما هو الجنيه الرقمي. دكتور محمد باغا أستاذ التمويل والاستثمار موجود معايا لمزيد من التفاصيل. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا أستاذة شفكي، أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك دكتور محمد. أنا عايزة الناس تعرف ما هو الجنيه الرقمي وإزاي أنا أقدر أتعامل بيه وأستفيد منه. الجنيه الرقمي طبعا هو مشتق من عملية التحول في نظم المدفوعات اللي مصر الحقيقه بقى لها مده بتشتغل عليها، ومن خلال هذه المنظومه انه هيبقى عندنا نسخ رقميه من النقود زيها زي الجنيه العادي بالظبط، نفس القيمه نفس التسلسل، ولكن الفرق في ان يكون عندنا جنيه رقمي عن العملات المشفره ان الجنيه الرقمي دايما بيكون مستقر، على خلاف طبعا العملات المشفره اللي بتبقى فيها تذبذبات عاليه جدا ومن ثم ممكن تؤدي الى مخاطر عالية جدا. الجنيه الرقمي هي فكرة قديمة حديثة، يعني هو موجود يمكن من سنة 1993 في العالم، ولكن طبعا مع تطور تكنولوجيا ووسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات وانتشار الانترنت بشكل كبير، وبدأ يكون فيه البرامج أو التطبيقات المتعلقة باستخدامات الانترنت، بدأت الحكومات أو بدأت البنوك المركزية في العالم أن هي يبقى لها عملة خاصة بيها لتنظيم ما يسمى باستراتيجية الشمول المالي عندها. تمام. الشمول المالي بمنتهى البساطة ان احنا عايزين نقلل التعاملات الكاش اللي بتتم في السوق لعدد من الاهداف، زي ما حضرتك ذكرت منها ان احنا بنقضي على الفساد، ان احنا بنقضي على غسيل الاموال او الاموال اللي هي القذرة اللي بتكون نتيجة معاملات غير شرعية او غير قانونية. تمام. ان احنا نقلل التلوث قدر الامكان، ان احنا يبقى عندنا محافظه اكثر على قيمه البنوك النقود، ان احنا نقلل التكلفه المرتبطه حتى بطباعه النقود، ان احنا نعمل عمليه تسريع للتحويلات والمدفوعات اللي هي ممكن تتم. والحقيقه احنا عندنا برامج مطبقه صحيح الجنيه الرقمي موجوده، زي مثلا برنامج انستا باي او المحافظ الالكترونيه، زي شركات الاتصالات لما بتعمل عمليه التحويلات على المحافظ الالكترونيه المختلفه. ولكن الاستراتيجيه دي تكون مطبقه بشكل واسع جدا، احنا بنستهدف اكثر من 80 مليون محفظه الكترونيه بحلول عام 2030، وده اللي الحكومه اعلنته وبتحاول ان هي تمهد الارض لهذا الامر. صحيح، وهي بتوفر حتى الكاش، يعني انت دلوقتي الكاش بيعمل مشاكل، وايضا زي ما حضرتك قلت بيبقى فيه احيانا تلاعب، ولكن الجنيه الرقمي كمان ممكن يبقى فيه اللي هو يعني انضباط اكتر يعني بشكل كبير، ويكون سرعه ايقاع وسرعه تحويل وسرعه تعامل كمان بشكل اكبر. يعني بكل تاكيد يعني احنا بنعمل الجنيه الرقمي لمستهدفات كثيره جدا، واولها طبعا التكلفه البايظه اللي ممكن بنتحملها لطباعه النقد الورقي. صحيح. تكلفه بايظه جدا بتتحملها الدوله، وبالتالي ممكن يزيد من عندنا معدلات التضخم. لا، انا بشوف انه التحول لمثل هذه الامور ممكن يكون عامل مهم جدا في القضاء على الظواهر الاقتصاديه المتعبه بالنسبه لنا، زي ظاهره التضخم وما حولها طبعا من يعني امور تتفاقم، زي مثلا موضوع ان احنا عندنا في البيئه الاقتصاديه المصريه الاقتصاد العائلي ده واخد حيز كبير جدا من حياه المصريين. صحيح. اللي هي الناس اللي بتكتنز الاموال تحت البلاطه زي ما بنقول. صحيح. يعني صحيح. فبالتالي لما بيكون عندنا المحافظ الالكترونيه كل واحد هيبقى له حساب بنكي، من خلال هذا الحساب البنكي تتم المعاملات الماليه. صحيح. تقدر تكون حسابات الدوله منضبطه، نقدر نحط التخطيط المالي والاقتصادي بشكل سليم بالنسبه للدوله، نقدر نجتذب الاقتصاد غير الرسمي جوه المنظومه الخاصه بالاقتصاد الرسمي، نقدر نقول ان الناتج المحلي الاجمالي بالنسبه لمصر قيمته كذا الحقيقيه. صحيح. بغض النظر عن تشوهات الارقام او البيانات اللي ممكن بنقابلها، وبالتالي ده بينعكس في سوء التخطيط، وانه الرؤيه
الاقتصاديه بتاعتنا ما بتبقاش سليمه صحيح. لا لانه لان عندك اجزاء غير معروفه يعني اللي هي مصادرها مجهوله، ولكن لما تبقى صحيح ولكن لما تبقى معروفه وتبقى منضبطه هتقدر انت تعمل فيها يعني تقدر تبقى عارفها اول باول طول الوقت، وتعمل كمان الاحصائيات بتاعتك بشكل علمي زي ما بنقول. دكتور محمد باغا استاذ التمويل والاستثمار، اشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل. طيب.